بعد 100 يوم من فض رابعة. كل اللي سبب في الفض رابعة وقتل المصريين لا أسامحهم، لا أسامحهم، وإن شاء الله ربنا هينتقم من كل الظلمة، وإن شاء الله مصر منصورة. كل اللي بيحصل دوت نتيجة إن إحنا مش إيد واحدة. يا ناس اوعوا، فوقوا 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 يا ناس، قولوا الحق، الحق واضح. يا ناس اللي بيحصل ده غلط، يا مصريين انتبهوا للغلط، يا ناس فوقوا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. بعد الانقلاب شايفه ان الحاله الاقتصاديه اتعدلت؟ لا، مفيش حاجه اتعدلت، مفيش حاجه هتنعدل. يا جماعه احنا في خطا كبير ولازم ننتبه. الثوره كانت الهدف.